أهلا ومرحبا بكم في توقعات أحوال طقس اليوم غد الأحد. غادي تكون ثقيعة الجريحة خلال الليل والصباح فوق مرتفعات الأطلس والهضاب العليا، وغتكون السماء مغطاة بسحب عليا شمال ووسط البلاد، في حين غادي يبقى الطقس مستقر مع سماء صافية بباقي أرجاء المملكة. الآن خليكم مع درجات الحرارة. بالنسبة لمدينة طنجة غادي تعرف 7 درجات، 8 درجات في كل مدينتي وجدة وفاس، 6 درجات بالرباط، 9 درجات بالدار البيضاء، 10 درجات في مكناس، 9 درجات في مراكش، 11 درجة في كل مدينتي أكادير والعيون، و 17 درجة في مدينة الداخلة. الآن خليكم مع توقعات أحوال الطقس لهذا الأسبوع. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.